والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبده، شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اتفاقيتي التعاون في مجال التنمية المجتمعية، وتلتزم الاتفاقية الأولى بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، والاتفاقية الثانية تتعلق بتنفيذ مجتمع متكامل ذكي ومستدام في أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة. عقب التوقيع أكد الملا على أن كلا من الاتفاقيتين والعقدين جاءوا في إطار المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول نحو أهالي المحافظتين، وانطلاقا من دور الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة وتماشيا مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن. إلى أسواق البترول العالمية، وفيها ارتفعت أسعار النفط اليوم الرابع على التوالي مع تزايد في شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لعاصفة شتوية شديدة. هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة خام برنت بنسبة 9% لتصل إلى 82 دولار و94 سنتا للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى لها منذ الخامس من ديسمبر بنسبة 1% لتصل إلى 79 دولار و10 سنتات للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.14 دولارات للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 2.3% لتسجل 5.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج العربي على انخفاض اليوم، إذ طغى القلق من تباطؤ الاقتصاد أو الاقتصادي العالمي على إثر ارتفاع في أسعار النفط. وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية ب0.6% متأثرا بهبوط بنسبة 2% في سهم مصرف الراجحي، وتراجع سهم مرتال للتطوير العمراني ب0.5%. هذا وقد تكبد المؤشر خسائر للأسبوع الثامن بنسبة 0.7% في 9 أسابيع. من ناحية أخرى، أنهى سهم عملاق النفط أرامكو السعودية التعاملات على ارتفاع وصلت نسبته إلى 0.3%. أما في أبو ظبي فانخفض المؤشر ب0.3%، ومع هذا فقد حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر. في دبي تراجع المؤشر الرئيسي هو الآخر بنسبة 0.5% متأثرا بهبوط وصل إلى 1.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني. ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بأسهم قطاعي المال والطاقة، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% في تداولات هادئة، وذلك بسبب العطلة مقتفيا أثر جلسة متفائلة في وول ستريت. وعلى المؤشر ستوكس 600 ارتفعت أسهم قطاع الطاقة ب0.7% لتقود المكاسب مدعومة بارتفاع في أسعار النفط، كما ارتفعت أسهم البنوك ب0.5%. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال مشاهدين الكرام في نشرة التاسعة، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها مع محمد عبده ودينا فكري. شكرا لك مصطفى.